متبرما قال جان بول سارتر: الجحيم هي الآخرون. لكن ابن خلدون قبله بمئات السنين أصر على أن الإنسان مدني بالطبع، فلا حياة له إلا بالآخرين طبيعة ملازمة له. عندما رأى المسيح عليه السلام القوم وقد أخذوا امرأة ليرجموها، قال للجموع: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. ولا يثبت كثيرون من علماء اللاهوت هذه المقولة في النص. وعندما جاءت محمدا صلى الله عليه وسلم امرأة تقر على نفسها، أشاح عنها مرة ومرة. بنيت الأديان على التسامح، وجعل الإسلام الأخطاء الصغيرة وهي اللمم مغتفرة عند رب العباد، والأحرى أن تكون محتملة عند البشر. وقد أصدرت اليونسكو، منظمة الثقافة الأممية، إعلاناً يضم مبادئ التسامح. برزت فيه العبارة: التسامح الفضيلة المهددة. يقول العالم الفرنسي ريني دوبو: الاختلاف فيما بين البشر جعل التسامح أكثر من فضيلة، إنه ضرورة للبقاء.